إذا في عندنا نوعين رئيسيين من الترانزستورز، في عندنا فيلد افكت ترانزستورز اللي بنختصرهم فيتس. هدول فولتج دريفن، فولتج دريفن يعني انا بتحكم فيهم عن طريق الفولتج او فولتج كنترول، فولتج كنترول او فولتج. في النوع الثاني اللي هو باي بولر جنكشن ترانزستورز، باي بولر جنكشن ترانزستورز بي جي تيز، وهدول كارنت او كارنت كنترول. فبالنسبه للجنكشن فيلد افكت ترانزستورز، المبدا الاساسي او الفكره الاساسيه للفيلد افكت ترانزستور انه احنا بكون في عندي يا ان شانل في داخله يا بي شانل. يعني لو اطلعت على الكونستركشن تبع الجنكشن فيلد افكت ترانزستور عندي هون، هذا بنسميه اومي كونتاكت، قطع معدنيه عشان اوصل عليها. هذا عندي هون دي، خليني اقول انه هذه ان شانل، المادة هاي اللي موجودة ان. شو يعني ان؟ ايش يعني ان شانل؟ ايش اصلا هي كانت؟ هي كانت سيمي كوندكتر، سيليكون او جرمانيوم، عملنا لها دوبينج، والدوبينج عملنا له بالان بحالة قديش الفالنسي او الذرية تبعت السيليكون؟ 5. فزاد عندي الكترون اضافي في المدار الاخير، صار في عندي فري الكترون في المدار الاخير، فاعطاني ان ماجورتي كاريوس او الكترون. وبعدين عندي هون هاي كمان كونتاكت هون، وهاي سورس. بعدين عندي هلا هون حسب تركيبة الهاب، مثلا خليني افترض انه بهذا الشكل المبني، عندي هون بي ماتيريال، هون عندي كمان هاي كونتاكت، عندنا هون. هلا الفكرة الأساسية للفتس انه في عندي انا هاي المسار، ولذلك بنسميها ان شانل او بي شانل. هذا ايش؟ هذا ان شانل واضح، لانه الشانل الرئيسي اللي بده يمر منه الكرنت، هي الكرنت الرئيسي تبعه. من وين بتحكم فيه؟ من الجيت. اذا عندي هذا ان شانل، الرمز تبعه رح يكون عندي هاي الدرين، هاي السورس، هاي الجيت، لكن في سهم بدي اضيفه. هلا لاحظوا هاي الجنكشن ايش اتجاهها؟ هيك شايف، لو بدي ارسم هاي كدايركت هيك، فبصير هذا عندي هذا ان شانل. هلا بدي اعمل هذا الجنكشن، بدي اعملها دائما مبدا انها تكون ريفرس بايس. لو كانت هاي الجنكشن فورورد بايس، شو بده يكون جي بالنسبه لاس؟ بتكون هذا بوزيتيف بالنسبه لها، بس انا ما بدي اياها فورورد بايس، بدي اياها ريفرس. فحتى تكون هذه ريفرس بايس، شو بده يكون جي بالنسبه لاس؟ نيجاتيف. اذا لازم في جي اس يكون نيجاتيف، او بمعنى اخر جي اس في ان جنكشن بدها تكون ريفرس بايس. ولما تصير البي ان جنكشن ريفرس بايس، بتكون عندي حواليها شيء اسمه ديبليشن ريجن. ديبليشن ريجن شو اخذته النفاذ بالعربي؟ ايش كان اسمه؟ في منطقه بتتكون ما فيش فيها كاريرز اسمها ديبليشن ريجن. هي منطقه بتعدل كهربائيا، هي بنفذ منها الكاريرز، بيختفوا منها الكاريرز. فبدا هاي المنطقه، في منطقه نحطها بلون ثاني مثلا احمر او ازرق، بيبدا يصير في عندي منطقه هون هاي فاضيه الكاريرز، مش فيها كاريرز لانه هذه ريفرس بايست. هذه بنسميها ديبليشن ريجن، منطقه النفاذ. هاي الديبليشن ريجن فيش فيها كاريرز، وين ضل في عندي مسار حتى يمر؟ من هون. مش هيك؟ هاي المنطقه هلا كوندكتنج، هاي المنطقه صارت جزء من الديبليشن ريجن اللي هو على الجهتين من البي ان جنكشن راح يكون. هاي منطقة اسمها ديبليشن ريجن، خلينا نحطها هون نكتبها بالاحمر. ديبليشن، ديبليشن بالعربي لما بقول انا ديبليتد، الموارد تبعتي ديبليتد يعني نفذت، ما ضل في عندي.
اذا هذا اسمه depletion region. سبب وجود depletion region وكبر ايش؟ الريفرس بايسنج. فكل ما بدي ازيد هذا depletion region شو بعمل بالريفرس بايسنج؟ بزيده. كيف بزيده؟ بخلي جي نيجاتيف اكثر بالنسبه لاس. ففي جي اس رح تبدا من زيرو وتروح بالنيجاتيف، يعني في جي اس رح تبدا من قيمة زيرو، لما تكون قيمة زيرو الديبليشن ريجن رح يكون صغير جدا، فهذا على إيه رح يكون فولي كوندكتيف. كل ما صارت في جي اس مور نيجاتيف هذا بيؤدي انه الديبليشن ريجن بيكبر، وهذا بيؤدي انه الشانل بيصير ليس كوندكتيف. ان شانل ليس كونتاكتين بصير نوصل اقل، فبصير عندي بصير اتحكم بالكرنت اللي بين الفي الدرين والسورس. كل ما خليت في جي اس نيجاتيف اكثر بيكبر هذا الديبليشن ريجن. بالنهايه بقدر اعمل له بلوكينج تماما، لو ضليت ازيد جي اعملها نيجاتيف اكثر بالنسبه للاس راح يوصل الديبليشن ريجن. بالنهايه مرحله عندي انه تقريبا مسكر هاي كلها مش طالب منها شيء من الجانب هذا، فكانه صار فولي ديبليتد وصعب اني اخبر. فانا لاحظ تحكمت في دائره عن طريق التحكم في دائره اولى، مش هيك؟ هي الانبوت بورد بين ال في جي والاس، تحكمت في دائره ثانيه اللي هي الدي والاس، غيرت الريزستنس تبعت الان شانل، وهذا هو مبدا عمل الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. لو كان عندي الان العكس، لو كان عندي بي شانل يكون عندي هون نفس الفكره، لكن هون الشانل الرئيسي بصير بي، عندي هاي بوميك كونتاكت، وهون عندي هذا دي اللي هي ترين. هلا هذا الشانل رح يكون دي، انا كاني شفته بي بلس وان بلس. شو يعني لو كان موجود مكتوب ام بلس وبي بلس؟ شو ستاندرد الدوبينج بكون اكثر، يعني عدد الامبيوريتيز الشوائب اللي ضفناها من الفوسفور اذا كان في حاله الان او في حاله الماده الثانيه الالومنيوم، لا قصدي بالفري من هاي حتى بكون عددها اكثر، بورن بكون عددها اكثر، فبكون عددها اكثر، فممكن انت تيجي على ماده تشوف مكتوب جنبها ان بلس، ان بلس معناها انه الدوبينج اعلى، يعني عدد الشوائب اعلى او ان بلس بلس هذا رمز بس انه الدوبينج عالي او اعلى من المعتاد. اذا هون عندي هذا بي شانل الان، نفس الشيء راح يكون عندي هون هلا في اوميك كونتاكت، هاي ميتال يعني، وهذه هون ميتال، وهذه عندي هون سورس، وهذه الجيت. هلا لو بدنا نرسم رمزه هناك رح نرسم نفس الطريقة من هون، لكن الاختلاف صار وين صارت الجنكشن؟ هي لان صار هيك اتجاهها، مش هيك؟ إذا هذه رح تكون هيك، وهذا عندي الدرين، وهذا السورس. الآن حتى هاي تصير ريفرس بايس، شو لازم أعمل جي بالنسبة لإس؟ شو بتكون؟ بتكون بوزيتيف بالضبط، لا بتكون هاي بوزيتيف بالنسبة لها، لأن هذه ان جنكشن ان دي، فحتى تصير ريفرس بايس بدي أحط بوزيتيف هون ونيجاتيف هون. إذا في جي إس must be positive او يعني g positive with respect to s. اذا هذا شو بيؤدي؟ بيؤدي انه ال pn junction reverse biased. ولما تصير junction reverse biased شو بيصير عندي؟ ايش بتكون عندي؟ بتكون عندي كمان depletion region نفس الشيء لما تصير هذه، وبدها بصير كل ما زدت في جي اس عملته بوزيتيف اكثر بزيد مساحه الديبليشن ريجن، بصدر المساحه هاي بصير المقاومه هون اعلى، بصير اصعب انه التيار يمر من هون، بكون هيك اتحكمت. هذا اسمه الجنكشن فيلد افكت ترانزستور. الموسفت ما راح احكي كثير عن الموسفت، عمليا الجنكشن فيلد افكت ترانزستور استبدل بالموسفت. الموسفت اختصار لايش؟ الام او اس اختصار لايش؟ مثل اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. الجي افكت اختصار لايش؟ جنكشن فيلد افكت ترانزستور. الموسفت اختصار لميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور، هو عمليا مستعمل اكثر بكثير، قليل جدا لتلاقي جي فيت مستخدم الا بالتطبيقات البسيطه، تطبيقات الباور الكترونكس معظمها تستخدم موسفتس. والرمز بيكون عندي عاده بهذا الشكل. سيمي كوندكتور فت. فتحنا عارفين اختصار لايش؟
فيلد افكت ترانزستور، ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. فلما تطلع على الباور الكترونيك ديفايسز راح تلاقي انه الام او الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور المصفت هو اللي شائع اكثر بكثير استعماله من الافكت. ماشي، في اسئله؟